داك الرئيس ديال السيد الامين العام، احنا نحترموا السيد الامين العام، قالها البارح. الرجل السياسي ولا كيعرف يدخل السياسه ويعرف يخرج من 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 المسؤوليه. نحن نحترم السيد الامين العام، علاش؟ لانه قاد الحزب باش يجيب واحد العدد محترم ديال النواب والنائبات ديال المجموعه ديال الجهات، وبالطبع لاول مره العصر والمعاصره كتدخل الاغلبيه الحكوميه، فكيخلي لنا واحد لو بيلون كي تري بوزيتيف، وهذا جد ايجابي بالنسبه لنا. وثانيا كتعرفوا بان راكم عشتوا تاريخ يعني مجموعه المؤتمرات مع الحزب، لاول مره نعيش واحد يعني تجديد بطريقه طبيعيه عاديه، وتشبت الامين العام بالمؤسسات حزب الاثار والمعاصره، والرساله هي ان اليوم هو معنا، كان معنا ودار وتلقى مع المؤتمرات والمؤتمرين، وهذا ايجابي جدا، وهذه هي العاده اللي خصها ترجع. ماشي لابد انني نكون ولا ما كنتش غنهرس كل شيء، لا بالطبع كلنا غنعيش واحد المرحله في المسؤوليه داخل هذا الحزب، وغيجي واحد الوقت غيمشيو هاد المسؤولين وغيجيو مسؤولين جداد، خصنا نمدوا نعاونوا يعني القياده اللي غتجي من جديد باش نساعدوها تطور وتقوي هذا الحزب، لان في الاخر هذا الحزب هو في خدمه المغاربه، وكيكونوا اشكاليات في الطريق، لانه ممكن الحزب كيغلط كجميع الاحزاب السياسيه، وجرب به يعني العمل في على الصعيد الدولي كيكونوا اخطاء في تزكيه بعض الاسماء هنا وهناك. راك شفتوا ما يجرى في امريكا، ما يجرى في اوروبا، ولكن ماشي المؤسسه الحزبيه اللي كنلموا فاش كيغلط واحد السيد، كنلموا الفرد والشخص، لان ما يمكنناش نشوفوا يعني شنو كاين في الراس ديال بعض المسؤولين، لان في الاخر فاش كيغلط شي واحد بطريقه فاش كي يرتكب شي خطا غير قانوني، راه اولا كيضر الحزب، كيضر المؤسسه الحزبيه لانها تقت فيه واحد الوقت. فلهذا حنا كنقولوا شنو خصنا نبنيو واحد المؤسسه قويه، العوده بتنظيم يعني متقرب من المناضلات والمناضلين، من المواطنات والمواطنين، غيخلينا يمكن يعني نتفاداو بعض الاخطاء في اقتراح بعض الاسماء في الاقاليم والجهات.